مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل داجي. Today we continue the my first book of English, page 17 and 18. اليوم بإذن الله سنكمل مع كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الأولى متوسطة صفحة 17 و 18 مع ترجمة كل شيء. نبدأ. My school tanks أدواتي المدرسية. I listen and repeat. أسمع وأعيد. A pen. A ruler. A sharpener. A pair of scissors. A book. A whiteboard. هنا whiteboard يعنيها سبورة بيضاء. عندما نريد أن نقول سبورة سوداء نقول blackboard. A dustbin. A portfolio. A copybook. School bag. Slide. Rubber. Chair. Desk. Pencil. A pencil case. A data shoe. Color pencils. نعم، هنا يوجد ملاحظة. في المفرد نضع a pen وقلم واحد. A sharpener قلم واحد، مبرة واحدة. A pencil قلم رصاص واحد. أما هنا عندما أصبح لدينا كثير من أقلام الرصاص الملونة لم نضع بل قلنا color pencil. نعم، وأضفنا الأس في نهاية pencil لأنها في جنب. نكمل مع حل تمارين. I match the words and the picture. أصل بين الصور والكلمات. المحفظة مع ماذا نصلها؟ نصلها مع نعم، وهنا نشرح الكلمات. أولا rubber ممحات. pencil case مقلم. pen قلم. school bag محفظة. A pair of scissors مقص. رولر مسطرة. الصورة الأولى وهي عبارة عن محفظة، مع ماذا نصلها؟ مع سكول باج. نعم، المقص مع pair of scissors. نعم، المقلمة pencil case. نعم، القلم pen. نعم، المسطرة الرولر. نعم، الممحات الرابر. نعم، ممتاز. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.